نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان النسخة الأولى من منتدى الشباب وحقوق الإنسان 2024، تهدف الفعالية إلى تعزيز دور الشباب في إرساء قيم ومفاهيم حقوق الإنسان في الجمهورية الجديدة، حيث يمثل المنتدى منصة حوارية تنعقد تحت مظلة المجلس القومي لحقوق الإنسان من أجل تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان ممارستها. كل تأكيد اللي احنا شايفينه هو تجربة عملية وإثبات عملي أن الجمهورية الجديدة هي جمهورية حقوق الإنسان. شايفين شباب من مختلف التوجهات السياسية، شايفين شباب من المجتمع المدني، شباب من النقابات العمالية والمهنية، مراكز بحثية، أحزاب سياسية، كل دول موجودين النهاردة في النسخة الأولى من منتدى الشباب وحقوق الإنسان مصر 2024 عشان يتكلموا بشكل واضح على كيف تسهم الجمهورية الجديدة في تعزيز ممارسات حقوق الإنسان. الناس النهاردة موجودة زي ما حضرتك شفت في الجلسة الأولى بيتكلموا بكل شفافية، بيتكلموا بكل مصارحة ومكاشفة، بيقولوا هم حاسين بإيه وبيحطوا خريطة لممارسات حقوق الإنسان في الفترة اللي جاية. نرصد مكتسبات حقوق الإنسان خلال العشرة سنوات الماضية، أيضا كمان بنفكر وبنشوف بكرة هيكون في إيه التحديات اللي بتواجه حقوق الإنسان في مصر. الشباب المصري هو وقود الأمة زي ما بنقول، وبيمثل أكتر من 60% من المجتمع المصري، ودائما دول العالم جميعا تحسدنا على هذه النسبة من شبابنا يعني. فبالطبيعي أن يكون هناك يعني قدرة أو حرص من المجلس القومي أو كافة مؤسسات الدولة، سواء الشباب أو الإعلام أو خلافه، على تثقيف الشباب في هذا المنحى الحقيقي. هناك علاقة وثيقة بين حقوق الإنسان والشباب. الشباب هم أهم فئة من الفئات المهمة في تمكينهم من حقوق الإنسان. إذا ما حصلش تمكين للشباب من حقوقهم، حقوق في العمل، حق في السكن، حق في كل أنواع الحقوق بلا تمييز، وبالتالي هذه النسخة الأولى التي تقدم اليوم أنا بعتبرها هي استكمال لمبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما بادر بعقد مؤتمر الشباب الدولي عبر سنوات مضت، وكان ده مؤتمر دولي بيجمع بين الشباب المصري وشباب دول العالم. هذه التجربة وتلك المبادرة هي التي شجعت المجلس القومي لحقوق الإنسان أن نحن نوطن الفكرة والمبادرة ونطبقها بشكل على المستوى الوطني. حقيقي أنا عايزة يعني أثني على جهود الدولة في تعزيز ودعم وتمكين الشباب، لأن هم حقيقي يمثلوا أكتر من 60% من المجتمع المصري، فده بالنسبة لنا هم طاقة الأمل وطاقة المستقبل في اللي جاي. وحقيقي حاجة كمان، أنا شرفت أن أنا كنت مسؤولة عن إعداد وتنظيم أول جلسة نموذج محاكاة حقوق الإنسان، وده كان في مؤتمر الشباب في النسخة الرابعة ل 2021 برعاية فخامة الرئيس وبحضوره وتشريفه، فدي حقيقي بتؤكد أن سيادة الرئيس بصفة شخصية بيدعم الشباب.